يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فلسطين يقول: هل يجوز لنا الصلاة في الحرم الإبراهيمي في الخليل في فلسطين، علما أنه يوجد به مقامات؟ ما يجوز ما دام فيه قبور، وهم يقولون فيه قبور، فيه قبور كثيرة، فهو مسجد مبني على قبور، فلا تجوز الصلاة فيه، وليس هو مسجدا للخليل، ليس هو مسجدا، إنما هو باسمه فقط. نعم، مسجد الخليل هو المسجد الحرام، هذا مسجد الخليل عليه الصلاة والسلام، هو الذي بناه إبراهيم عليه السلام. نعم.